رسالتي سريعة حدها. أول شي هذا المدعو يقول ويوصف أن سليل الحيدر جاهل. حبيبي ها كحل عيونك، هذا كتاب السلطة وصناعة الوضع، منو كاتبنا؟ ها؟ إذا ما تعرف تقرأ شوف أكوا مين؟ صفحة ثمانية، روح صفحة ثمانية. يقولون وكلاء مرجعك هنا ويوصفون أكو هذا الختم مالهم السيد الحيدر بأنه ويش آية الله، وانت حبيت وصفه ويش جاهل. هذا إلا إذا أنت بعد تفهمه زي من وكلاء مراجعك بعد هاي مشكلة. وتالي جيت اتهم بأن السيد روج لروحه ويتحكي عن روحه ويمدح روحه، وانت وش قاعد تسوي بالله غير ما عندك شغلة اللي تضرب في الشيرازي وتضرب في الحيدري وكلام شيل وهرار. احنا حتى لو نختلف يا سيد الشيرازي في بعض الامور او في شيء او شغلة معينة، بس ما يصير ولا نجوز لروحنا نكذب عليه ولا على جماعته عشان نسقطهم ونحاصرهم ونخصيهم، عيب. لكن انت تسوي كل هالهرار عشان تروج الى ولاية الفقيه والى مرجعك، وتالي تتهمنا احنا ان احنا اللي نروج الى مراجعنا. انت مجرد شخص تدور تنشئ وتبوي تنشهر على ظهور الكبار اللي اكبر منك. احنا نقول كفى فتن، والله مزقتونا ودمرتون النسيج الاجتماعي كله بهالفكر الاقصائي، وكل واحد يشوف عنده كلمتين يحفظ له كلمتين ويكفر غيره. والله اني اتمنى علماء البلد ياخذون وقفه جاده لمنع هالاشكال من مواصله اثاره الفتن. سلام.